اعذريني انستي، اسف. لنذهب الى هناك. واجهني الآن أيها المرحاض. دان ماذا تفعل؟ أنا أنقذك، ألا ترين؟ تعال إلى هنا، تعال إلى هنا. ماذا؟ بقى لدي شيئان آخران، يدي اليمنى ويدي اليسرى. الآن سوف يعلمونك درسا. يفاق، شيء ما مرعب يحدث. دان ساعدنا. حسناً حسناً. لقد حاصروا المنزل. أين المعلمة تي؟ لماذا ينظر إلي الجميع بهذه الطريقة؟ ماذا فعلت؟ لقد كنتم ترقدون معاً. أعتقد أنني الآن أعرف ما الذي حدث لآنستي. انظروا. هل تنظر إلينا؟ لا، ليس علينا. أصيبت بفيروس، وهذا يعني أنها صارت معدية. هل تعرضتم للعض؟ لا 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 لا، بالتأكيد لا. لكي ننجو من هذه الكارثة يجب أن نجهز منزلنا. نحن بحاجة للاستعداد. حسناً، هذا يذكرني بشيء ما. جيد، أحببت ذلك. وأنا لا أحب ذلك على الإطلاق. هنا قمت بإعداد مهمة ليقوم بها كل واحد منكم. هذا لك وهذا لك. ايه، رائع. هذا بالتأكيد يذكرني بشيء ما. ماذا تنتظر؟ ارقدوا. تباً، لماذا علي أن ننظم المرحاض؟ كيف سيساعدنا هذا؟ يا إلهي، اللعنة. كم تؤلمني يدي. من أين هذا الصوت؟ ليس من هنا. حسناً حسناً، أعتقد هذا. هاي دان، دان أين أنت؟ من هناك؟
حدث؟ نعم ليزا، ماذا حدث؟ لقد انتهيت من ألعابي تقريبا. ماذا؟ هل أنت جاد؟ لقد ضغطت على الزر. هل أنا فقط؟ هذا بالتأكيد يذكرني بشيء ما. يا رفاق، هل أحببتم ما تشاهدون؟ هيا أخبروني. لقد أصيب الجار بالفيروس. أوه، ولكن كيف يمكن أن يحدث؟ جميع المراحيض بالخارج. هذا يعني شيئا واحدا فقط، شخص ما منا أصيب بالفيروس. فيروس المراحيض؟ فيروس المراحيض؟ نيكتيا؟ انظروا إلى هذا. من تعرض للعض؟ اظهر لنا يا داكدان. لا شيء. هيا دان افعل. هيا. ويداك الأخرى. ماذا بكم؟ نحن أصدقاء. أرني يديك. يديه بخير. كيف يمكن أن تشكي به ديانا؟ هناك شيء خاطئ هنا. إما أن المراحيض دخلوا إلى البيت، أو شخص ما تعرض للعض. يجب أن نفحص المنزل. تأكدوا من عدم مرور أي شيء إلى هنا. توقفوا عن الشك بالجميع. لا أحد مصاب. كوكاكولا. هل أنت كوكاكولا؟ أهلا يا صديقي، ماذا تفعل هناك؟ كيف وصلت إلى هنا؟ يا إلهي. لا دان، لا يمكن أن يكون ذلك صحيحا. انتظر دان، لا تأكلني، إنه أنا سوشا. دانيال لا تفعل. تذكر كم كنا رائعين معا. دانيال، سوشا، لقد رأيت ليزا ونيكتيا، لقد أصبحوا بالمرحاض. ما هذا؟ سوشا، هل تقصدين تقبيل المرحاض؟ لا، من أنت؟ أوه،
هذا مثير للإشمئزاز. رجاء توقفوا. يا إلهي ما هذا؟ أو يا إلهي لا. مرحبا بالطلاب، أنا معلمكم الجديد. ما هذا؟ هل أحببت الحلقة؟ لا تنسوا أن تضغطوا على أعجبني وتشتركوا في القناة. هيا اكتبوا لنا في التعليقات. حسنا يا رفاق، وداعا. See him as good.